أما عن أبرز عناوين الصحف النمساوية تحديدا الصادرة اليوم، ينضم إلينا من فيينا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك خالد، صباح الخير. إذا رئيس النمسا ألكسندر فاندر بيلن عقد جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يون هانس على هامش قمة مبادرة البحار الثلاثة التي انعقدت بالفعل في العاصمة الرومانية بوخارست. هل نجح اللقاء في حصول رومانيا على موافقة النمسا تحديدا لدخول منطقة شنغن؟ صباح الخير مارينا ودانيا والسادة المشاهدين. حقيقة مسألة انضمام رومانيا إلى اتفاقية شنغن التي تتيح التنقل الحر لمواطنيها داخل الاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للحكومة الرومانية، وهي تحاول بشتى الطرق إقناع النمسا التي تستخدم حق النقض الفيتو داخل الاتحاد الأوروبي لمنع دخول رومانيا وبلغاريا إلى هذه الاتفاقية. وتقول النمسا إن اتفاقية شنغن أو نظام شنغن معطل بدليل مئات الآلاف من اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي دون أن يجري تسجيلهم. في لقاء الرئيس ألكسندر فاندر بيلن مع نظيره الروماني، طلب الجانب الروماني توقف فيينا عن استخدام حق النقض الفيتو، وهو ما وعد به الرئيس النمساوي في أسرع وقت ممكن على حد قول ناطق باسم الرئاسة النمساوية. لكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية النمساوية وكذلك المستشارية النمساوية لديهم موقف متشدد في هذا الخصوص، ويرون أن منح رومانيا وبلغاريا حق دخول اتفاقية شنغن لا يمكن أن يمر قبل إصلاح نظام الهجرة واللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، لأنهما يران أن النمسا بلد يقع في وسط القارة وغير مطل على بحار أو محيطات، وبرغم ذلك تأتيه أعداد كبيرة من الهجرة أو من المهاجرين وطالبي اللجوء، وصل العام الماضي إلى 120 ألف طلب لجوء. فالملف معلق، وتربطه فيينا بإصلاحات هيكلية في نظام اللجوء الأوروبي بكامله، وإن كان الرئيس النمساوي قد وعد بحل قريب لهذا الموضوع. إذن خالد، هل لك أن تطلعنا أكثر على تفاصيل قمة مبادرة البحار الثلاثة؟ قمة مبادرة البحار الثلاثة هي مبادرة تضم مجموعة من الدول التي تطل على البحر الأدرياتيكي وكذلك البحر البلطيق والبحر الأسود، في محاولة لإيجاد صوت للدول الواقعة في وسط أوروبا، وهي مبادرة ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإيجاد مناطق نفوذ لها متاخمة للنفوذ الروسي في تلك المنطقة. تهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى إنشاء مشاريع للبنية التحتية تربط هذه الدول ببعضها البعض كي تكون منافسا لطريق الحرير الذي تحاول الصين النفاذ به إلى عمق القارة الأوروبية وإلى مناطق أخرى كثيرة في العالم. وبالتالي هذه المبادرة، مبادرة البحار الثلاثة، اكتسبت أهمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام التي اندلعت في 24 فبراير 2022، والتي أظهرت مدى الأهمية الاستراتيجية للمناطق الواقعة في شرق ووسط أوروبا، والتي تعد فناء خلفيا للاتحاد الأوروبي. إذن شكرا لك خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من فيينا. شكرا لك على كل هذه المعلومات.